أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع عن بعض المنتسبين إلى العلم يقول في قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يفسدن في الأرض مرتين، يقول إنها لم تأت بعد، وأن المقصود في قوله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أنهم المسلمون دخلوه أول مرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، والآن ينتظرون الدخول الثاني، فهل هذا صحيح؟ وما هو التفسير الصحيح للآية؟ هذا غلط، ما هو هذا التفسير للآية؟ لا يجوز تفسير القرآن بالرأي. الله جل وعلا يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل عن أخبرناهم أتفسدون بالأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين فأثنى عليكم عبادا لنا أولي ذات كبير، وهم الكفر المجوس، فلقهم الله على بني إسرائيل بذنوبهم، احتلوا بيت المقدس وأفسدوا فيه، ثم إنهم رجعوا وأعطى الله لبني إسرائيل القوة، ثم إنهم عادوا إلى الفساد فعاد الله عليهم عدوهم فاحتل المسجد الأقصى وأفسد في البلاد المقدسة عقوبة لهم. كل هذا من باب العقوبة. المرة الثانية قفلت في الزمان السابق، والمرة الثالثة قوله تعالى: وإن عدتم عدنا، إذا عاد لهم إسرائيل للفساد فإن الله يعد عليهم النقلة، وهذا هو المنتظر. ولعل هذا هو ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أن المسلمين يقاتلونهم ويقتلونهم وينتصرون عليهم.